معانا فقره جميله جدا ومتميزه جدا، معانا شباب موهوبين وصوتهم حلو وهيكسروا الدنيا ان شاء الله. معانا فريق اسمه فويس باند. ازيكم شباب عاملين ايه؟ الحمد لله بخير. سمعنا ان انتم مكسرين الدنيا باغنيه الجبو ولعناه، فطبعا الكليب كان حاجه حلوه قوي. عايزين نعرف طيب دراستكم ايه؟ هل هي مرتبطه بالمزيكا ولا؟ انا اسمي هادي الجيار، انا خريج تربيه موسيقيه اصلا. دراستي طبعا من صغري لغايه دلوقتي خاصه كلها بالمزيكا. بدأت كعازف، ثم دخلت في مجال التوزيع، ثم دلوقتي مدير شركة ريتشر ويل اللي عملت أصلا الأغنية اللي هي بتاعت الجو اللي أنا. أوكي، عرفنا بنفسك. أنا إسلام جاد، درست في معهد الموسيقى العربية، ما كملتش دراستي فيه بس اشتغلت في أكبر برنامج في الوطن العربي بيقدم مواهب فنية. كنت بعزف كمانجا في فرقة الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية، الكلام ده كان سنة 2014، وأسست فويس باند بداية من 2016 كبداية فويس باند، بس كنا بنجهز طوال سنة 2015، وطبعا المراحل عدت لحد ما وصلنا للكليب الجو اللي عنه. طيب عايزين نعرف الفرقة متكونة ازاي، لان انا شفت فيديوهات كتير قوي فيها اطفال، فعايزين نعرف انتوا كم شخص، الاعداد ايه، الاعمار، فكلمونا اكتر عن العدد اللي موجود في الفرقة. هو بالنسبة للفريق بتاعنا احنا فويس باند، دي التيم الكبار، وعندنا فرقة تانية اسمها تالنت كيدز، بس هي كلها يعني بتندرج تحت فويس باند لان هي الامبريلا بتاعتنا اللي بنشتغل على اساسها. تالنت كيدز خاصة بالاطفال فقط، وفويس باند فرقة الكبار. ده كل الموضوع عن الفرقتين يعني باختصار شديد. طيب اغنية الجو ولعناه اغنية فرفوشة جدا، عايز اعرف منك بقى تفاصيل، مين اللي وزعها، الحال مين، كلمات مين؟ طيب هي أغنية الجو العناء هي كلمات الشاعر مودي نبيل، ألحان أحمد عز، والتوزيع مؤمن نينا ياسر، ميكس وماستر إسلام غلاب. هي الأغنية بصراحة كانت في الأول مجرد فكرة، إن هي تتعمل لحاجة كده تنشر البهجة والسعادة بالنسبة للناس. فاحنا طبعا يعني قعدنا ندور كتير جدا، فلقينا ان اكتر ناس يعني بصراحة بنبسط لما بنشوف فيديوهاتهم وبنحس بالروح اللي هي بتاعت الاطفال والشباب مع بعض، هما كانوا فويس باند. ففي ساعتها خلاص خدنا القرار اللي هو الجو اللي عناه فويس باند. طب كلمني اكتر عن كواليس التصوير، لان هو كان العدد كبير فيها قوي، فكلمني اكتر بقى عن الكواليس والجو كان فيه حلو قوي. هو الموضوع فعلا كان يعني ايه الاصعب من الكواليس، ان احنا ازاي نجمع العدد ده كله يوم التسجيل ويوم التصوير، هي دي كانت الحاجة الاصعب. فطبعا بمجرد ما كلمت استاذ اسلام جاد فعلى طول هو ما اتاخرش، يعني تقريبا يعني ناس كتير ما تعرفش ان الموضوع يمكن احنا قعدنا اتكلمنا في يوم، هو بعدها بكام يوم على طول كان في اكتر من 40 ولد وبنت بيسجلوا في الاستوديو الاغنيه كلها. ثم لما رحنا يوم التصوير بقى في الكواليس، فطبعا هم كان عندهم حماسه كبيره جدا للاغنيه وحابين ان هم يعملوا حاجه حلوه فيها جدا، وطلعت زي ما احنا شفناها. طب ايه رايك نروح نسمع الاغنيه؟ يلا بينا. يلا خالص متضايق
مزاج مظبوط. نكمل كلامنا وعايزين نتكلم بقى عن الحفلات. اخر حفلة عملتوها امتى؟ اكتر حفلة انتوا حسيتوا انه انتوا لا دي انجح حفلة بالنسبة لكم، كانت بتعني لكم قوي قوي، وعايز اعرف بتعملوا حفلات فين؟ بتجهزوا لها من امتى؟ تمام. بالنسبة للحفلات، اخر حفلة عملناها كانت في ممشى اهلي مصر، موجود على كورنيش النيل ومعروف جدا وكل الاسر المصرية او العربية بتحضر فيه، وحفلة نادي العام لضباط الشرطة مدينة نصر كانت من أنجح الحفلات اللي احنا عملناها وليها طابع خاص معانا، شاركنا فيها بكل القوة اللي معانا من الأطفال والكبار. احنا بالنسبة للحفلات بتبقى شهر وشهر أو كل شهر حفلة أو حفلتين على حسب التيم بتاع الكبار أو الأطفال، بنجهز لها قبلها بشهر مع المدربين اللي موجودين معانا. طبعا حابب أذكرهم: دكتور إسلام عزت، أستاذ أحمد رأفت، دكتور أحمد عواد، دكتور خالد الشربيني، أستاذ مصطفى رضوان، كلهم قامات كبيرة في الموسيقى وكلهم متخصصين في الحتة بتاعة الفويس، عشان كده حضرتك بتسمعي أصوات حلوة من كتر أو نقطة التدريب اللي بيركزوا عليها. طيب، أول ما تأسس الباند 2016 صح؟ تمام. عايز اعرف منك بقى انتوا كنتوا كام واحد ساعتها؟ بداتوها ازاي؟ الفكره كانت فكره مين؟ هو التيم اول ما يعني الفكره كانت اساس فكرتي. انا لما كنت بعزف كمان في فرقه الموسيقى العربيه في الاوبرا او بشتغل مع اي فرقه من الفرق، شفت ان انا عندي الفرصه ان انا اقدم مواهب وادعم المواهب اكتر من كده. اتقابلت انا وهادي ساعتها، كانت اول حفله في كليه التربيه النوعيه جامعه عين شمس، كنا لسه ما نعرفش بعض، وهادي وقف معايا وقفه كويسه جدا وجاب البيانو بتاعه اعزف معانا. الفرقه كانت في الاساس اصلا قبل ما تبقى كبار كانت اطفال وكبار، وما بعد ذلك خلينا الاطفال لوحدهم باسم تالنت كيدز وكملنا باسم فويس باند بالكبار. طب انتوا بتختاروا الناس اللي معاكم في الباند ازاي؟ يعني هل انتوا دايما سايبين الباب مفتوح للي حابب فعلا ينضم للفرقه دي، ولا بيبقى فيه زي كده قوانين معينه لان حد يدخل معاك الفرقه دي؟ تمام. احنا بنسمع الاصوات دي عن طريق الواتساب، الناس بتبعت لنا فويس بدون مزيكا وبنبتدي نتعامل على هذا الاساس. بنبلغهم بالميعاد اللي هم يتواجدوا فيه في الاستوديو في الدق هنا، ويبتدوا هم يتوجهوا لينا، بنعرفهم الميعاد عن طريق الاداره استاذه فاطمه احمد او استاذ احمد وجدي. عايز اعرف منك استاذ هادي، ايه الجديد اللي انتوا ناويين تشتغلوا عليه؟ يعني الاغنيه اللي جايه عايزين تفكروا فيها ازاي من ناحيه الالحان، الكلمات، اللون الكامل للاغنيه دي عايزين تفكروا فيها ازاي؟ والله بصي، احنا الفتره الجايه محتاجين شويه ان احنا نعمل اولا لكل، انا حابب ان احنا نكون، واحنا اتكلمنا انا واستاذ اسلام في الموضوع ده، ان احنا نبقى لكل مناسبه، يعني سواء مناسبه وطنيه او مناسبه خاصه برمضان او مناسبه خاصه بالعيد، يبقى في اغنيه بروح الكورال ده، اللي هو الناس زي الاغاني بتاعت زمان اللي كانت الناس بتبقى في اغنيه معينه لما بيجي في رمضان هي دي اغنيه رمضان، خلاص احنا عارفين دي اغنيه رمضان. اغنيه للعيد خلاص، اهلا بالعيد، هي معروفه ان هي دي اغنيه العيد. الدنيا ربيع، دي اغنيه شم النسيم، خلاص ما بقاش مهما اتعملت اغاني كتيره جدا خلاص في علامات معينه للمناسبات المعينه. فبنحاول بقدر الامكان زي ما احنا كنا عاملين اغنيه الجو اللي عنا، ان دي حاجه كده للناس اللي ممكن تحطها ستوريز او تحطها للريلز بتاعتهم مثلا في اللمه الحلوه بتاعت عيلتهم او اصحابهم. ناويين ان شاء الله ان احنا نعمل لكل مناسبه برضو حاله تبقى خاصه بالكورال، وانا معتمد جدا على فكره الكورال اكتر من فكره المطرب الواحد دي خالص بقى، لان هي خلاص بقت حاجه سهله وموجوده على طول. بلس ان احنا ان شاء الله الفتره الجايه هنحاول نكون بندعم فكره الكورال بقى بناس تكون من الناس الانفلونسر او الناس اللي هم الميجا ستار اللي حابين حتى ان هم يشاركوا مع الكورال في اغاني معينه كضيوف عليهم في الحفلات او في الاغاني. بلس بقى ان في ناس كتير جدا
يعني ميجا ستار بدون ذكر اساميهم، خليهم مفاجآت في الحاجات اللي جايه. هم لما شافوا الاغنيه وشافوا الكورال وشافوا الافكار والاغاني اللي هتتعمل، هم رحبوا جدا جدا بالفكره، وحبوا ان هم يكونوا متواجدين كضيوف حتى سواء كانت في تصوير الاغاني او حتى في الحفلات اللي ناويين نعملها بفكره الكورال مع بعضه مش بحد لوحده. طيب استاذ اسلام، انا كنت عايز اعرف انتوا في حاجات لسه هتعملوها ولا عملتوها تعتبر كبيره او مهمه؟ نفذنا اغنيه العيد اهو جه مع الفنان احمد سعد، الاطفال هم اللي مسجلين بصوتهم الكرول، وكنا رمضان اللي فات مش ده يعني اللي قبله سجلنا اغنيه 57 357 مع الفنانه جنيت. دي من ضمن الحاجات اللي تالنت كيدز عملتها غير فويس باند. يعني احنا بنحاول نعمل تكافؤ في الفرص، ان احنا نقدم الاطفال في حاجات ونقدم الكبار في حاجات، والحمد لله احنا نجحنا من مع وجود فرق كتير الاطفال في مصر وفرق تخص وزاره الثقافه ان احنا نتواجد بقوه جدا ونقدم تالنت كيدز حتى لو كان كورال في تسجيلات مع نجوم كبير. طيب انتم مجهزين لنا ايه بقى نسمعه؟ احنا مجهزين اغنيه بقى عشان بمناسبه عيد تحرير سيناء، وهي اغنيه عيش. يلا بينا نروح نسمعها. ولسه مكملين مع فريق فويس باند، معانا استاذ احمد واستاذة فاطمة. اهلا بيكم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. عايزين اكتر نتعرف عليكم، ودراستك كانت ايه، بتشتغل ايه جنب ان انت ماسك ادارة الباند؟ احمد وجدي، المدير التنفيذي لفويس باند وتالنت كيدز. طبعا انا ماسك الادارة التنفيذية من البداية لحد النهاية بالتنسيق مع استاذة فاطمة المدير الاداري.
بنجهز طبعا للحفلات، بنجهز المتدربين لما بيجوا، من اول ما بيجوا يبتدوا الدكاتره يسمعوا الاصوات لحد ما يبتدوا يخشوا في الكورس. بعد كده برضو بنجهز انا وفاطمه بالتنسيق مع بعضينا الخطوات اللي احنا هننفذها. في حاجه تانية برضو انا يعتبر ماسكها، اللي هي مساله السوشيال ميديا، سواء فويس او تالنت، على السوشيال ميديا كلها، موضوع التوثيقات، موضوع الكامبين، موضوع يعني السوشيال ميديا عموما. برضو انا حضرتك اللي ماسك حته يعني التسويق كله من اول على السوشيال ميديا. بالظبط كده. عارفين بقى بنفسك. انا فاطمه، المدير الاداري لفريق فويس باند. زي ما احمد قال كده بالظبط، احنا مسؤولين عن تنظيم الحفلات، الموسيقيين، الناس اللي بتغني معايا، بالنسبه للستايل بتاعهم، وقفتهم، شكلهم، طريقتهم في الكلام، كل حاجه ببقى انا مسؤوله عنها وببتدي ان انا اظبطها معاهم. دي كل الوظائف اللي احنا بنقوم بيها انا واحمد في الفرقه عامه. الكليب بتاع الجو ولعناه، اكيد كان في يعني تفاصيل كتير لازم تبقوا انتم هندلينها كويس قوي. دي حقيقة. من اول الكاميرات لحد العدد الكبير اللي جه وحاجات التصوير كلها. كان صعب جدا، احنا صورنا الكليب في 48 ساعه. اي نعم كان في عدد كبير وفي ناس كتير موجوده معانا، بس الحمد لله احنا بنقدر ان احنا كعيله واحده ان احنا ننظم كل حاجه. حتى الناس اللي بتغني معانا نفس الموضوع برضو، هم جزء من الباند عندنا، بنحاول ان احنا نتفق على كل حاجه مع بعض، بنساعد بعض في الوقفه، في كل حاجه احنا بنبقى محتاجينها. بالنسبه للتصوير اوريدي احنا ساعدنا بعض فيها اليوم ده جامد جدا، واحمد برضو كان في جزء كبير برضو موجود عليه، هو هيتكلم عنه بالنسبه لليوم ده. احنا اهم حاجة في الموضوع كله ان كلنا ايد واحدة، سواء المطربين اللي بيغنوا او الاهالي او بالنسبة للاطفال واهاليهم، كلنا بنساعد بعض، كلنا ايدينا في ايدين بعض. كذلك نفس الموضوع بالنسبة للتيم الاداري كله، سواء انا، سواء فاطمة، مايسترو اسلام، استاذ هادي، الدكاترة اللي موجودين معانا، كلنا ان ما كانتش ايدينا في ايدين بعض مش هننجح، فالنجاح بيبقى لينا كلنا. انا برضو سالت عشان عايز اعرف وفقتوا من العدد ده ازاي، يعني وفقتوا ما بينهم ازاي. العدد احنا واخدين ما بين فويس باند وتالنت كيدز، جمعنا اكبر عدد من هنا ومن هنا، وطبعا كانت الفكره مسبقه، جهزنا طبعا كل واحد بيقوم بدوره، جهزنا الفكره وجهزنا الكلمات والتوزيع وكل حاجه، وتوكلنا على الله. جهزنا برضو انا وفاطمه موضوع الاستوديو، التصوير، التسجيل، الحاجات دي كلها جهزنا وتوكلنا على الله، ورحنا سجلنا وعملنا الاغنيه كلها زي ما فاطمه قالت من شويه، 48 ساعه. لا وكسرت الدنيا. دي حقيقه. اكيد طبعا اكيد. طيب عايز اعرف برضو منكم، اكيد في قصص بتحصل في الباند، حد مثلا قصته اثرت فيكوا قوي او بتفتكروها، او قصه نجاح بجد كبيره يعني انتوا بتفتخروا ان لا ده كان معانا في الباند، هل ده حصل؟ فعلا ده حصل. احنا عندنا ناس كتير جدا طلعت غنت مع مغنيين مشهورين، وفعلا لما بنشوفهم في حفلات معاهم بنبقى مبسوطين جدا ان الناس دي جايه من عندنا من فويس باند، وبنبقى طبعا مشجعينهم ومبسوطين بيهم. وده ما حصلش مع حد واحد، لا اكتر من كذا حد كان عندنا هنا في فويس باند وطلع دلوقتي هو مشهور ومعروف وبقى بيقدر يعمل اغاني لوحده. عايز اعرف اكتر عن وجود الاطفال، خصوصا ان وقت البروفات احنا شفنا ان في امهات موجوده، فعايز اعرف انتوا بتنسقوا ده مع الام ازاي، بتطوروا من الطفل ازاي، خصوصا ان في اعمار بجد صغيره انا شفتها، فكلموني اكتر عن التجربه دي. انا عندي الاطفال كلها الحمد لله في الاول بيجوا مكسوفين وخايفين ومش عايزين يسيبوا ماما، مجرد ما بنتخطى معاهم الفكره ديت لا بتبتدي كل حاجه تكون احسن. ببتدي ان انا كمان اشجعهم، انا ليا بيبقى ليا عامل كبير عليهم في النقطه دي، بحب اقرب منهم، اتكلم معاهم، اخليهم ما يبقوش خايفين مني. بعد كده بيسيبوا ماما وبيدخلوا خلاص، هم ما بيبقوش عايزين حد معاهم، فدي حاجه حلوه انا دايما بعملها مع اي طفل بيجي عندنا جديد. بالنسبه للاطفال، الامهات طبعا ليها عامل كبير ان هم برده بيشجعوهم وبيدوهم الثقه ان هم يقدروا يحفظوا الحاجه، يقدروا يغنوا، بيبقى عندهم الشغف دايما ان هم يبقوا موجودين ويقدموا الجديد طول ما في دعم من خلالي ومن خلال الام ومن خلال فويس باند عامه. طب دعم بقيه الفرقه بقى معاهم بيبقى عامل ازاي؟ لا بصراحه بالنسبه للدكاتره ممتازين جدا، بيقدروا يتعاملوا مع الاطفال، بيقدروا ان هم يوصلوا لهم الحاجه من غير مثلا ما يتعصبوا او مثلا يحصل زعيق، لا بالعكس برضو بنتعامل بنقطه ان ده بابا قاعد ودول اولادي وانا ما تخافوش مني، انا معاكم، يلا نغني، يلا نهزر، يلا نضحك، بحيث ان احنا نغير لهم مود الخوف او القلق ان ماما مش معايا او انا لوحدي. اوكي.
طيب هل بيبقى في مراعاه دايما ان الوقت بالنسبه لهم او البروفا لو طولت اكتر هم بيبقوا تعبانين؟ يعني بتمشوها ازاي حته ان الطفل لا بيتعب اكتر من الشخص الكبير؟ لا انا بقابل ده كتير فعلا، انا عندي الاطفال ممكن يجروا من قدامي في دقيقه، لا انا طب انا هشرب، طب انا تعبت مش قادر اقعد. فبحاول دايما ان انا اتكلم معاهم، طب قول لي انت عايز ايه وانا هعمله لك، انا معاك، طب بالراحه، واقعد ابتدي ان انا اسايس لحد لما اخليه خلاص انا هقعد هسمع كلامه وهبقى تمام وقاعد. فبالنسبه لهم لا انا بقدر ان انا اتواصل معاهم من الفكره ديت. هم اي نعم بيتعبوا كتير بس قد كل حاجة الحمد لله أطفالنا يعني، وبنحاول إن احنا نعودهم على ده. لسه معانا أكيد أسئلة ليكو، بس هنروح نسمع كمان نانا ونرجع لكم تاني. عايز اعرف اكتر عرض انتوا عملتوه انبهرتوا بتفاعل الناس معاكوا بالاطفال بالكبار، لازم يبقى فيه كده حته معلمه معاكوا جدا، عايز اعرفها بقى. دي حقيقه، احنا عندنا حفله الممشى بتاعت اهل مصر بصراحه كان فيها تفاعل من الجمهور كبير جدا جدا، حتى الناس كانت ماليه المكان وواقفين بره بيتفرجوا، كان في دعم كبير جدا جدا للباند عندنا، ودي تقريبا حفله كانت كبيره جدا ومن اجمل الحفلات اللي احنا عدينا بيها. واحمد هيكمل بقيه الحفلات. كان في حفله برضو في بانوراما حرب 6 اكتوبر عملناها، كانت في الاعياده الوطنيه، بالاضافه لحفله ممشى اهل مصر عملنا في ساقية الصاوي، عملنا في اماكن كتير، اماكن كتيره جدا، وعملنا في الاوبرا برضو عملنا حفلات هناك. يعني الحمد لله بنحاول ان احنا بقدر الامكان انا وفاطمه ان احنا نوجد اماكن جديده للحفلات، بنحاول ان احنا نشوف الاماكن اللي ما عملناش فيها حفلات وننفذ فيها حفلات، نقفل ديل هناك ونبتدي بعد كده ننسق بقى بقيه الخطوات التانية. عايز اعرف منك، لا يعني يعني حفلة كانت علمت معاك جدا، دي عمرك ما هتنساها. هي اكتر حاجة الصراحة اللي هي حفلة ممشى اهل مصر، يعني كان الجمهور مستمتع جدا جدا جدا، كانت جنسيات كلها عربية من خارج مصر، كلهم متفاعلين، كلهم فرحانين، الجو جميل جدا، حتى المطربين نفسهم، الموسيقيين، الناس الإدارية اللي هناك اللي في الممشى، كلهم كانوا مستمتعين جدا بالأغاني اللي احنا بنقدمها وبالحفلة.
فدي كانت حاجة جميلة جدا الصراحة يعني. طيب عايز أعرف منكم الخطوة اللي جاية مرتبين لها ازاي أو ناويين على ايه؟ حفلة كبيرة إن شاء الله، بس عايز أعرف التفاصيل. بصي، هو احنا لسه ما وصلناش معاها لاي تفاصيل، بس هي ان شاء الله هتبقى حفله كبيره جدا لفريق فويس باند كلها، وان شاء الله يبقى ليها جمهور اكبر كمكان. لسه ما حددناش مكان، بس ناويين نعملها في مكان كويس ويكون الناس كلها عارفه تكون موجوده فيه. دي الحاجه اللي انا اقدر اقولها لحد دلوقتي عشان ما نحرقش بقيه الدنيا. انا بشكركم جدا وشرفتونا النهارده، وان شاء الله تكسروا الدنيا، والحفله الجايه هنبقى موجودين معاكم ان شاء الله. الشرف لينا، وان شاء الله تشرفونا في كل الحفلات باذن الله. شكرا ليك.